للشدى والندى قد مددنا اليد، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدة، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردة، قد نهلنا بها المجد والسدى. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجداءنا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أنداءنا أنعشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليد، نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سراب ناقة سعد جري البسوس تبعت النوق، فدخلت حمى كليب، وصدفت كليبا جالسا في المرعى ينظر إبله ونوقه، فلما رأى تلك الناقة أنكرها، لا هي من نوقه ولا هي من نوق ذويه، أعني جليلة وأبيها وأخويها وأهلها. فلما أنكرها استعظم أن قد استبيح ما حمى، رماها بسهم فأصاب ضرعها، فانطلقت الناقة مولية وضرعها يشخب دما حتى أناخت بفناء البسوس. فقام سعد هذا يصيح أن قد اعتدي على ناقته وهو في جواري أولئك القوم الذين لا يستباح جوارهم. فقامت البسوس تصيح، تصيح وتسمع جساسا، وقالت: لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد. منقذ هذا أبوها، هي بسوس بنت منقذ، تقول: لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد، وهو جار لأبياتي، ولكنما أصبحت في دار غربة، متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي، فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل، فإنك في قوم عن الجار أمواتي. سمعها جساس فأصابت فؤاده، فأسرها في نفسه وقال لخالته: والله ليقتلن ليعقرن بها فحل أعظم عقرا منها. فبلغ قوله كليبا، بلغ قوله كليبا، وظن كليب أن جساسا يقصد بقوله هذا عليان، وكان عليان فحلا من فحول كليب يفاخر به وكان شديد الإعجاب به. فقال كليب: دون عليان خرط القتاد. ولكنما جساس كان يقصد كليبا نفسه، وما كان يقصد إبلا ولا ناقة، لا جملا ولا ناقة. وسيكون ما يكون، الغريب أن جساسا يمتعض، هذا في الحقيقة كان سببا، القشة التي أناخت البعير، وإلا فإن جساسا كان ممتعضا من حكم كليب وتسلطه عليهم. وأنا أغرب لها وأنا أعجب لهذا، لأن كليبا كما قلت لكم هو حقيق بالملك، حقيق بالحكم، فما يضير جساسا أن يحكمه مثل هذا. الشاعر يقول: فإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف، ولم يغلبك مثل مغلبي. هذا الذي تأنف منه الرجال، أن يغلبها المغلب وأن يفخر عليها الفاخر الضعيف. ولكن مثل كليب ما يأنف الإنسان أن يكون تحت ملكه، ومع ذلك كان يأنف. أنا لماذا أقول هذا؟ أحبكم أن تفهموا هذه العقلية العربية الضاربة في جذور التاريخ.
التي ما كان يتصور أبدا أن تغير، فزلزلها القرآن. لهذا أقص عليكم ما أقصه لتفهموا هذا التحول. ربنا يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، ربنا زلزل قلوبا كانت أقسام من الأرض وأجف وأغلظ من الصخر، وينزل عليها القرآن فتصير يصير أولئك أمثال هؤلاء الصحابة، شيء في غاية العجب. يقتل كليب في قصة يطول شرحها، وقد تكلمنا عنها في غير هذا الموضع. يقتل كليب، فغضب الناس أن يقتل ملك في ناقة، هذا لا يكون. وأعظم الناس رزءا في ذلك الوقت جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان، زوجة المقتول وأخت القاتل. فلما اجتمع نساء تغلب للنوح طردنا جليلة وقلنا لها لا يسمعي العرب أنك جلست معنا، فأنت أخت ثاكلنا وقاربة واترنا. فلما قامت تجرر أذيالها المسكينة قالت لها إحداهن رحلة الشامت وفراق المعتدي، فالتفتت جليلة آسفة حزينة باكية وقالت تلك الأبيات الخالدة: يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فعل جساس على وجدي به قاصم من ظهري ومدن أجلي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيت الأول، يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، فأنا قاتلة مقتولة ولعل الله أن يختار لي. فلما رجعت إلى أبيها قال لها ما وراءك يا جليلة، فأرسلها مثلا، فقالت له ثكل العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل حليل وفقد أخ عن قليل. فقال لها أو يدفع ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ فقالت له أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تبيع لك تغلب دم ربها. لا إله إلا الله، شو الفصاحة، شو الكلام، شو أبي البدن تبيع لك تغلب دم ربها. فلما جاء وفد تغلب وقالوا أعذروا لقومكم ولا يعني تبدأهم بالحرب حتى تعذروا إليهم، فأتوا مرة بن ذهل بن شيبان أبي جساس وسيدي بكر بن وائل في ذلك الوقت، فقالوا له لك عندنا ثلاث خصال: إما أن تحيي كليبا، وإما أن تدفع لنا جساسا قاتله فنقتله به، أو هماما فنقتله فإنه كفء لكليب، وإما الثالثة وإما أن تدفع لنا نفسك أنت فنقتلك. فقال له مرة: أما أن أحيي لكم كليبا فهذا ما لا يكون، وأما أن أدفع لكم جساسا فإن جساسا فتى ضرب ضربة طاش منها عقله فلست أدري أي الأرض احتوى عليه، وأما همام أبو عشرة وأخو عشرة وعم رجال وخال رجال، ولن يأذنوا أن أدفعه لكم لتقتلوه بجريرة غيره، وأما أنا فلم يبق من عمري إلا مثل ظمء حمار، فهل هي إلا أن تجول الخيل أول جولة فأكون أول صريع، فعلى ما أستعجل من الموت لنفسي، ولكن أعرض عليكم خصلتين. قالوا ما هما؟ قال: هؤلاء أبنائي، اجعلوا في عنق أيهم شئتم حبلا واذهبوا به واذبحوه ذبح الجزور، أو 1000 ناقة من سود الحلق. فغضب التغلب جدا وقالوا له: ترذل لنا أبناءك، تعطينا رذلهم وتسومنا اللبن من دم كليب. ثم كانت الحرب، هذه الحرب
التي استمرت سنين عددا وكثرت فيها القتلى كثرة، حتى يذكر يعني يذكر أهل التواريخ وأهل السير أن عظام القتلى كانت مثل الكثيب، وما وكان آخر دم سفك فيها دم جساس قتله ابن كليب ابن جليلة، وجساس رباه وزوجه ابنته، ومع ذلك قال له لا يترك المرء قاتل أبيه وهو ينظر فيه فقتله، فكان ذلك آخر دم سفك في هذه الحرب. ما هذا؟ هذه النفسية الآبية الممتنعة وتقبل أن يليها مولى. تدرون لماذا؟ هذا التحول، هذه الزلزلة التي ما كانت تصدق، وهذا يمن الله سبحانه به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وربهم أعلم بهم. ما كيف يؤلف بين قلوب هؤلاء؟ ممكن هذه؟ مستحيل، ولكن الله ألف بينهم بسبب هذا الكتاب العظيم، وهذا الكتاب كان سببا في تأليف قلوب الناس، ولا يزال ما بقي سببا في تأليف قلوب الناس. فإذا رأيتم في القلوب نفرة ورأيتم فيها إنكارا بعض ينكر بعضا، فاعلموا أن سبب التأليف قد نأى عنه الناس وبعدوا. هذه العقلية العربية، وهذا فعل القرآن فيها، وسأخبركم فيما أستقبل عن بعضها أيضا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نقتدي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشذانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أنعشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت.